ما كنتش وقتها عارف يعني ايه ماينور. واحده باباها عمل فيها كده هي ومامتها، والاصعب ان بنته. كلام الناس اكتر حاجه بتموت الواحد. يوم الدراسه ده كنت وقتها كنت بتوجع، بمعنى كلمه بتوجع، بمشي في الشارع ناس تقول لي انت لازم تلبسي النقاب. حكايتنا النهارده في حكايه اهل مصر حكايه ليها العجب، حكايه من اصعب الحكايات اللي ممكن اي انسان يمر بيها. تخيلوا معايا ان الحرق اصلا واحد من اصعب التجارب اللي ممكن اي انسان يمر بيه، لكن تخيلوا ان لما يبقى الحرق ده على ايد الاب، الاب اللي المفروض يكون السند، يبقى هو السبب في الحرق. وما تبقيش اتحرقتي لوحدك، تبقي اتحرقتي انت وامك اللي المفروض تقف جنبك وتسندك في الوقت ده، وامك ما تبقاش عارفه المفروض هي تقدر تسند نفسها ولا تسندك. بطلت حلقتنا النهارده مرت بواحده من اصعب التجارب اللي ممكن اي انسان يمر بيها، لكنها طلعت منها قويه وشجاعه وجميله. سلمى انت لسه بتدرسي؟ اه. احكي لنا عنك بقى، عرفينا بيكي، يعني انا سيبك انت تعرفي الناس بيكي. تمام. انا سلمى، عندي 16 سنه، حاليا في ثالثه اعدادي، بس كنت المفروض اكون في اولى ثانوي، بس انا يعني باجل عشان العمليات وكده. وانتي قدرتي تعدي الازمه دي بنجاح، وشايفينك قويه وبتروحي مدرستك وبتلعبي مع كلابك وعندك سناب شات. هو حاليا في الاول كان صعب، يعني طبعا يعني ما كنتش عندي 8 سنين، فكان صعب برضو، كنت طفله وقتها، فكان صعب برضو ان انا استوعب ده او اقدر اتخيل ان ده ممكن يحصل، فما كنتش متخيل ان ده يحصل بصراحه. وكان واجهت كتير برضو مشاكل، حاجات كتير في حياتي. كان عندك 8 سنين؟ اه، صغيره قوي. كنت يعني انا اصلا ما كنتش وقتها اعرف يعني ايه مايت نور، ولا ايه حادثه، ولا ايه اصلا مستشفى، ولا ايه عمليات، ولا ايه اي حاجه. يعني بس يعني كل اللي وقتها لما حصل لي قالوا لي دي حاجه بسيطه وهتعدي، وانت ما هتقعدي هتعملي حاجات بس بسيطه، عمليتين ثلاثه وخلاص. لقيت لا، مش عمليتين ثلاثه، يفوت سنه ورا سنه ورا سنه، لحد ما بقالي 8 سنين، 8 سنين مكمله وعامله عمليات وعملت عمليات كتير جدا. طبعا يعني كنت في الاول بقول لا خلاص انا تعبت ومش قادره استحمل ومش هقدر، بس من اللي انا شفته خلاني برضو كداني القوه اللي انا اكمل. زي ايه؟ يعني لما حصل لي الحادثه حجزت في المستشفى فتره، يعني كذا شهر، بعدها خرجت، ريت نظرات الناس ليا اتغيرت. صحابي ما عرفنيش في المدرسه، الناس بدات تتكلم وما رعوش ان وقتها اللي انا طفله، لا كلام الناس كان بجد يعني اكتر حاجه بتموت الواحد. وطبعا انا ما كنتش قادره اتحمل ده ولا استوعب ده. جت عليا فتره ما كنتش بقدر ان انا اشوف حد، اتكلم مع حد، زي مثلا قعدتنا دي ما كنتش بقدر اتكلم مع حد، ما كنتش بقدر ان انا اتكلم في الموضوع برضو لان كان صعب عليا. بس لما بقيت بتعب ولقيت نفسي ان انا تعبانه وبعمل عمليات وبتعب كتير ومحدش حاسس بيا، محدش حاسس بالوجع اللي انا مريت بيه، انا بس اللي حاسه، لكن الناس بس شايفه من بره، بتحكم من بره وخلاص، اللي هو لا انت حصل لك حاجه، فانت لا كده مش بقيت زينا، مش بقيت انسان طبيعي. لكن ما كانوش يعرفوا ان دي حاجه يعني مش بقيتنا. انا لما حصل لي الحرق ده وتعبت جدا في فتره العمليات، ولقيت نفسي ان انا تعبانه ومحدش حاسس بيا، وكمان غير ده كله، غير التعب اللي انا بعمل عمليات، لقيت تعب كمان نفسي من الناس ومن نظراتهم من الشارع. يعني انا يعني كانت ناس تقول لي انت لازم تلبسي نقاب في الشارع، وحياه ربنا كنت يعني بمشي في الشارع ناس تقول لي انت لازم تلبسي نقاب. طبعا ما كنتش برد عليهم وبسيبهم ممشي، بس طبعا لو انا بتضايق وبتضايق من يعني نظرتهم، يعني تفكيرهم ازاي، يعني ازاي تفكيركم كده، يعني ازاي عشان واحد حصل له حاجه مش بايده اصلا ان تفكيركم يتغير كده؟ طب فين الانسان، فين الانسانيه اللي ربنا قال عليها، وفين كلام ربنا اللي قال عليه؟ ربنا ما قالش كده، ربنا بيدي كل واحد ابتلاء فينا
وهو اللي بيبتليه عشان يشوف هو هيصبر، و مهما كان الابتلاء صعب بس عايز يشوف ربنا هو هيصبر على الابتلاء ده ولا لا. وانا واثقه 100% ان انا ربنا هيعوضني عشان اصبرت يعني. وكمان شفت حاجات كتير في حياتي برضك حلوه يعني اكدت لي ده وخلتني هي المكمله لحد دلوقتي. عملت لحد دلوقتي يجي اكتر من 50 عمليه. العمليات من يعني كتر ما عملت عمليات مش فاكره كم عمليه اصلا. ف اكتر من 50؟ اه طبعا كان في عمليات بتفشل وكان في برضك عمليه بعيدها وكان ده صعب عليا برضك، بس يعني فضل ربنا انا برضك كملت وتحسنت الحمد لله. تحسنت عن الاول بكتير. الم النار ده صعب قوي، بس انا حاسس ان وجع الناس وجعك اكتر. طبعا ميه النار يعني وقتها انا اقسم بالله ما ناسي اليوم ده، وانا مش حابه ان انا انساه، مش حابه ان انا انساه عشان يوم لما انا اجي اوصل لحاجه كبيره والنتيجه كبيره بسبب اللي حصل لي افتكر ان ربنا هو ابتلاني وانا تعبت قد ايه وفي الاخر عوضني بعوض كبير جدا بسبب اللي حصل لي. طب ايه اللي انت فاكراه ومش ناسياه؟ اللي انا فاكراه يوم الحادثه ده بتفاصيله يعني اقسم بالله بتفاصيله بمعنى كلمه تفاصيله كانه امبارح. حتى الناس لما تقعد تقول لي ايه ده انت ازاي كده، انت ازاي اصلا لسه فاكره ده فات 8 سنين. اقول لهم فات 8 سنين انتوا بالنسبه لكم 8 سنين دي حاجه كبيره خلاص ممكن تنسوها، لكن انا 8 سنين دي عشت فيها اسوأ ايام حياتي وشفت فيها حلو برضك، وقعت كتير وجت عليا فتره قلت لا انا خلاص مش هكمل، مش قادره اكمل، مش قادره استحمل، مش قادره بجد. وكنت وقت وفي اوقات برضو كنت بعيط مع نفسي واقول يا رب طب اشمعنى انا اللي ادتني كل ده، وليه انا ليه معيش حياتي زي اي طفل يعني عادي بيروح مدرسته. انا كنت يوم الدراسه ده كنت وقتها كنت بتوجع بمعنى كلمه بتوجع، اللي انا بفتكر اول يوم دخلت فيه الدراسه من سنه اولى. الحادثه دي حصلت لي وانا في سنه ثالثه فما لحقتش برضك اتهنى، ولقيت نفسي ان انا في يوم وليله خلاص بقيت واحده بتواجه عمليات وتعب مستشفيات بقت دي كل حياتها. هو ازاي ايه اللي حصل؟ انا في اليوم ده يعني كانت ماما عندها ايه فرح، كانت ماما شغاله في مستشفى وكده، فصاحب المستشفى اخوه كان بيتجوز. ماما قبلها خدت اخواتي في الحنه، اخواتي الاثنين، قلت لها ايه ده انت خدتيهم معاكي الحنه وما خدتنيش معانا انا؟ اه هم اللي حبايبك ومش عارفه ايه. راحت قالت لي لا ما تزعليش انا هاخدك انت في الليله الكبيره. ما صحيتش ماما لبست وكل حاجه، فضلت تصحي فيا قبل ما تلبس تقول لي قوم يا سلمى قوم يا سلمى وانا ما اقومش، انا نومي تقيل، قوم يا سلمى قوم يا سلمى وانا ما اقومش. خلاص هي لبست كل حاجه وخلاص نازله قالت لي سلمى والله لو ما قمت انا هنزل عشان اتاخر. قمت اتنفضت من على السرير وقتها ورحت لبست وخلاص جهزت 5 دقايق بس فنزلنا وحصل اللي حصل. كنا ماشيين في شارع بس كان حد جاي بيجري وبينده على ماما، راح حاجه انا وقتها ما حسيتش بحاجه ان حاجه سخنه يعني حاجه مولعه اترمت على جسمي ووشي ما كنتش مستوعبه حتى ما كنتش شايفه اليوم ده. انا يعني ما ايه ده ما كنتش حاسه غير ان في نار بجد في جسمي. وقتها كان في ناس بتحاول ان هي تدلق علينا ميه وكده، بس كان للاسف ان احنا برضو دخلنا المستشفيات متاخر. يعني الدكاتره دلوقتي بتقول لي انت لو كنت اتدلق عليكي ميه كتيره او كان في مستشفى قبلتك يعني قبل يعني الفترة الكبيرة اللي انت قعدتيها دي كانوا لحقوكي، ما كانش وصل للحرق من الدرجة التالتة كده. طب انت ايه اللي قواكي؟ اللي قواني هو ذات نفسه التعب اللي انا شفته. ماما هي بجد كانت الدعم ليا والقوة ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. رغم هي كمان يعني حصل لها معايا، بس هي كانت دايما يعني اي حاجه بتفضلني عن نفسها، ويعني
انا كنت حتى ساعات وانا صغيره كنت بقول لها ادخلي انت شويه انا مش هدخل عمليه. تقول لي انا اهم حاجه عندي ان انت تخفي وان انت ترجعي احسن من الاول، انا مش مهم. يعني هو كان بيبقى في فرصه لعمليه واحده، يعني واحده اللي تعمل عمليه، فهي دخلت انت وهي لا. انا لما اعمل عمليه وهي تعمل عمليه فهي هتخلي بالها مني ازاي؟ بقول الحمد لله ان هي يعني جد جنبي وفي حياتي. بقول الحمد لله ان انا عندي ام انها يعني قويه كده، ست قويه كده، رغم اللي فيها ان هي يعني بتقويني، ومش في رغم تعبي مش بترضى تحسسني انها تعبانه، لا هي بتكون انا عارفه هي ما بتقوليش، انا عارفه ان هي بتكون تعبانه من اللي حصل، ان هي يعني نفسيتها تعبانه من اللي حصل، بس ما بترضاش تقول ده. طب كلمي بقى عن العمليات، وكمان انت مستشفى اهل مصر وجمعيه اهل مصر على طول انت معاهم وفرقوا معاك كتير. اهل مصر انا دلوقتي معاهم بقالي 5 سنين، او ماشيه في 5 سنين يعني 4 سنين ونص. كنت يعني وقتها يعني بجد يعني هم برضو يعني غير دول العلاج بدأوا ان هم يدعموني نفسيا ويقويني في حاجات كتير جدا، وريت بجد ان هم جنبي في كل حاجة. لا احنا معاكي ما تخافيش، وانتي قوية، واي حاجة يعني انا عاوزاها خلاص احنا هنعملك اللي انتي عاوزاه، بحيث ان هم اهلي يعني عيلتي التانية بجد، مش بيعملوني اللي هو واحده معاهم بتعالج وخلاص، لا بيعملوني بحب وكل حنيه بجد، وانا بحبهم كلهم واحد واحد. دكتوره هبه بجد يعني انا بحبها جدا وحياه ربنا، هي بجد يعني انسانه طيبه جدا، وعمري ما شفت حد طيب كده بجد ولا في حنيتها، ان هي يعني عاوزه تعمل حاجه عشان احنا بجد، عاوزه تعمل حاجه مش عشان انا بس، لا عشان مصر كلها. يعني ضحايا الحروق دي يمكن هي الحاجه الوحيده اللي ملهاش حاجه متخصص فيها، مستشفى متخصصه فيها، يعني انجاز كبير منهم. انت عدم وجود مستشفى فرق معاكي كتير؟ جدا بجد، انا مبسوطه جدا بجد ان مستشفى اهل مصر خلاص قربت خلاص تفتح، وان هي تفتح ابوابها لمصر كلها مش ليا انا لوحدي، فبجد يعني بتمنى انها تكون فتحت خير لينا كلنا، وانا يعني عندي امل في المستشفى ده يعني حاجه كبيره قوي بجد، مش ليا انا لوحدي، الناس كتير، الاطفال كتير، يعني اطفال كتير يعني بتمر برضو بحر وفي سن صغير، يعني انا بشوف اطفال عندها سنتين ومحروقه بجد، يعني هي يعني ادت ناس كتير امل ان هي مستشفى، اكبر مستشفى في الشرق الاوسط ومتخصصه لموضوع الحروق فقط، فده حاجه كبيره لينا احنا والمصر كلها، يعني مصر كلها فخوره بمستشفى اهل مصر، مؤسسه اهل مصر. شكرا يا دكتوره هبه بجد، انا حابه اشكرك جدا جدا اللي انت فكرتي فينا، ومش فيا انا لوحدي، لا بجد الناس كتير جدا لمصر كلها. انا حاسك سعيده ان انت حاسه ان هيبقى في حد مثلا مر بالتجربه دي بس هيلاقي حد يلحقه. لان اللي مر بالتجربه غير اللي بيسمع، او غير وقت الحادثه انا قعدت العربيه الاسعاف تلف بيا يعني 6 ساعات. انا حد الدكاتره دلوقتي بيقولوا لي انت لو وقتها كانت مستشفى ابنتك ولحقتك ما كانش وصل للدرجه دي. طيب قولي بقى سلمى، خلينا نرجع لك، انت ان شاء الله ناوي تبقي مذيعه؟ ان شاء الله. وايه تاني تحبي تبقي؟ ايه تاني؟ مذيعه او ان شاء الله دكتوره، نفسي برضك اكون دكتوره، بس برضك يعني مش عارفه برضك يعني ربنا كاتب لي ايه، فاي حاجه ربنا كاتبها لي انا هكون راضيه بيها وهي هتكون الاحسن ليا. انت كتبتي حكايتك على السوشيال ميديا والناس كتير قوي بعتت لك رسائل دعم وكده، يعني ليه قررتي تكتبي قصتك بالشكل ده، وحسيتي بايه بقى بعد الحاله دي؟ موضوع السوشيال ميديا، انا لما عملت اصلا فيسبوك انا ما كانش يعني عندي حد ولا كان عندي متابعين اصلا غير اهلي وصحابي، بس بدات اللي انا ايه يعني من التجربه اللي انا مريت بيها اللي انا اكتب شويه عنها، واللي انا برضك ادعم الناس، وان هم برضك مش اي حد يحصل له حاجه في حياته او نظرات الناس ليهم صعبه جدا، بس لازم هم يكون اقوى من نظرات الناس واقوى من الناس نفسهم ويتحدى نفسهم.
بدأت طبعا اللي انا اكتب وعن النت وكده، ناس كتير جدا بتتابعني وناس كتير جدا يعني حد دلوقتي دعماني، وناس كتير جدا بتدعيلي لما بتشوفني يعني بوست ليا او صور ليا تدعيلي، ودي حاجة طبعا بتفرحني. يعني انا بقول سبحان الله، انا يعني قلت اللي انا الانسان لازم مهما كان يحب نفسه عشان غيره يحبه. بس ما ظنش ان انا برضو لو خفيت يعني هيرجع شكلي طبيعي زي الاول. فانا حبيت سلمى اللي هي بتاعت دلوقتي يعني، والناس برضو حبت ده. في يعني كل الناس حبت سلمى بتاعت دلوقتي، واحنا مبسوطين ان احنا كنا معاك النهارده. ويعني اظن انت نموذج قوي من الضحايا الحروق، وقدرتي تتخطي تجربة صعبة وقوية وناجحة وما شاء الله في المدرسة وماشية تمام، وكلابك حلوين زي القمر ونجمة كبيرة على السوشيال ميديا، وان شاء الله قريب كمان تبقي مذيعة معانا. وتجربتك دي مهمة لان مش كل الناس بتقدر تبقى قوية زيك كده. يعني انا متأكد ان في كتير جدا مروا بالتجربة بتاعتك لكن بيبقى ظروفهم اصعب من كده بكتير، فالحمد لله ان انت قادره ده. ودي تبقى رساله لكل الناس دول، وكمان تبقى رساله للي شايف ان احنا فرحانين قوي بحلم مستشفى للحروق، او بندعم قضيه الحروق، ان دي حاجه بسيطه، او يعني ما في مستشفيات. لا يمكن هي الناس كتير بسيطه، لان يعني في ناس كتير مش عارفه يعني ايه اصلا حرق. بالظبط. لان ما مروش بيه، لكن واقسم بالله يعني مش غير انا بس، انا بشوف حالات كتير اصعب مني، ان هي تستاهل ان هي تكون ليها مستشفى متخصصه للحروق. صح، وان تكون مستشفى مجهزه وسريعه، وان نلحق المريض بسرعه. ان احنا بنقول احنا عايزين طياره في المستشفى دي عشان لو حد في الصعيد او في مكان بعيد نروح نجيبه ونلحق ونقدر نلحقه. يعني دي حياه انسان وحياه ناس وروح ناس وتفاصيل كتير جدا مهمه. فاللي يسمع غير اللي يشوف، احنا النهارده شفنا حكايتك، وان شاء الله توصل لملايين الناس اللي انا بدعوهم ان هم يشاركوها على اوسع نطاق، ونحاول نوصل القصه دي لان دي قصه انسانيه مهمه، وكمان قضيه مهمه هي قضيه الحروق. فبشكرك جدا يا سلمى على انك استضفتينا النهارده في البيت. والله انا اللي بشكرك جدا ومبسوطه بوجودكم. شكرا ليكي، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده.